طيب تعالى بقى اخدك وروح على حاجه تانية لطيفه كده عن قريه النازله. قريه النازله دي يا سيدي بعيده عن الفيوم حوالي 50 كيلو بس، مش بعيده قوي يعني. موقعها جميل رائع للافلام بتاعه السيما بقى، بتتميز بصناعه الفخار، عندهم الطرق الاصليه القديمه اللي يمكن توصل لالاف السنين في الماضي، اللي بيقوموا باستخدامها في عمل الفخار اللي موجود دلوقتي. النازله ليها طريقة في صناعة الفخار نازلة تانية خالص، طريقة تانية خالص. بلد حلو من قلب الفيوم الحلوة اللي في مصر اللي مفيش أحلى منها. تقرير ونكمل الكلام. هذا المكان يتم تصنيع الفخار فيه من الأزل، السنوات الماضية منذ مئات السنين التي مضت. واختير هذا المكان لأنه كان ملائم لصناعة الفخار عن طريق الطمل الذي يتم استخراجه من وادي النزلة، الترعة التي على يسارنا دي مسمى بوادي النزلة. المنتجات اللي كانت في الماضي كانت عبارة عن البوكلة وزلعة وزير وبربخ للمية للأراضي الزراعية، وبربخ لأبراج الحمام. كانت أشكال متعددة وما زالت بتطلب منهم هذه الأشكال وهذه الصناعة حتى تاريخه. الشباب اللي طلع بقى متوارث المهنة هنا بدأوا يشتركوا في المعارض، احنا عن طريقنا كنا بنوفر ليهم الاشتراك في المعارض زي معرض ديارنا، زي معرض الأسر المنتجة في محافظة الفيوم، زي معرض الجمعية العامة للأسر المنتجة على مستوى الجمهورية. وكانوا بيشتركوا في معارض في فنادق، وبالفعل كانت بتجيب معهم نتيجة. المنتج القديم اللي موجود حاليا دلوقتي اللي هم شغالين فيه تم تصدير بعض المنتجات للخارج. اتعلمت الحرفة دي ازاي؟ اتعلمتها من والدي، ووالدي اتعلمناها من جدي، وجدي اتعلمها من جدي، بقينا سبع جيل وبنشتغل في الحرفة دي. وانا بشتغل فيها من وانا عندي 10 سنين بجانب التعليم، حبا عشان احافظ على التراث، يعني وجود هنا في المكان للحفاظ على التراث وحابب ابقى موجود. احنا بنشتغل مواد طاميه من النيل، بنجيبها بنشفها في الشمس، وبعد كده بندخلها حاجه اسمها بله، تقعد 24 ساعه وتطلع جاهزه للشغل. في ناس بتيجي بتقول لك، حتى ناس من جميع انحاء العالم بيقول لك حاجه، بنيجي هنا له جاذبيه وراحه نفسيه، بيجي بيحس ان هو مرتاح نفسيا للمكان نظرا للجغرافية المكان، لان هو معمول من نفسه حاجه بيئيه. انا طلعت لقيت المكان مفيش اي جديد. ببدا من الورشه بتاعتي من الساعه 7، ببدا انزل اجهز الخامات بتاعتي اللي هي بتاع الزير، بعمل العجينه الاول، وبعد كده بشكلها حته حته على الدولاب، وبجيبها بشكلها زي ما انا عايز، بعجم احجام كبيره احجام صغيره على حسب الزير اللي انا هعمله. هو الزير بيتعمل على 5 مراحل، ببدا اول مرحله في اللي هو الخصم الزير، وبعد كده تاني مرحله اللي هو التفتيحه، وبعد اشكل بيه 10 قطع مثلا في اليوم، بطلعهم كل 10 قطع بطلعهم بره في طاقه الشمس، وبرجعهم تاني اللي هم يشدوا لين معايا عشان اقدر اشكلهم ورا بعض. بقالي 17 سنه شغال في المهنه دي، بس انا حبيبها انني طلعت ورثتها ابا عن جد. طلعت لقيت والدي وانا بتعلم برضه، لقيته شغال في المهنه. طبعا ما حبيتش ان انا مثلا اشتغل اي حاجه ثانيه، لا، هي شدتني ليها، استجبت ليها على طول بسرعه. بقيت احب ان انا اشكل، احب اعمل منتجات وانا قاعد كده، بحب الفن، احب اشتغل بالفن بتاعي اطلاقا، هو البلد بتاعنا زي ما احنا بنقول كده. احب اعمل اي قطعه من فخار اشكل زي ما انا عايز، كل حاجه لها قيمتها. ده طين بلدي اللي هو بتاع النيل، اعتبر من جنب المصرف اللي هو وادي الريان، بيطلعوا الحفارات بتطلعوا وبينقفوا بره على الطريق، وبعد كده الحفارات بيشيلونا ويجيبونا على الجرارات ونقعد نشكل بيه.